يمزل موغي وسعنا راه اول ذيون اولا تنجمعا ثمسنت الاسرائيل كي كانت تكمل هذه اللي اتسلي دائما المحنة زادت خطر ماشي تسقي تزوارة ديجا ظرنت الحوايج كي ذا شو تناريك فولا كين مصر رجب اردوغان رئيس الوزراء تركك مثلا يعني مثلا محمد مثمق لابوزيسيون تمورا ثارا فين ثيمورا ثين سلمينون جينيرال يعني ذين يسحزن نطاس أخطرني إش بيا ربي ما يفثد ذرو الحاجة ذكو خاميك ميلا وحركنا را حركة رفاف وخام وحركنا را وثمثن دونك أشغل أثر جوث سي الجيران وياض دونك أساقي ثيمورا ثارا فين لابلي بار ذيك سنت وتحركن تارا ذن ودي حركن السيتويان سامبل اللي ديف كان يعني افوز خذ من ثيك لي وين خذ من يعني جمع عند سوا ما سوا تذريم سوا الدواوي سوا كل واسوين وما يزمر دونك الساقيش بربي ثيمورا ثعرفني ولاش دا شو تخذ منت اي واث مثلا سند ذي فلسطين يعني ما ثمق دا شو الا قد خذ منت الزونيا في ما كومبار دا انك كي يطارونا كذينا بارابور ثمورا ثياض دونك ما الا ود كرنتا ثمورا ثارا فينا شا ثارجو سي ثمورا نيضان صح صح بارك الله فيك يا سيدنا كمات ورا نروح ان فينا كماتنا محمد مقرن المكاح السلام عليكم زلف لك كماتنا محمد عليكم السلام استخرت الله وانا استخرت الله واستخر محمد استخرت الكينيك أقمتنا مكاح العدد الشهداء ثاني رناسا يعدى تقريبا 400 بلا الأولو في قموثن وثن داغن دي طمات نشجع يا ساقي داغن دي سيفيلي قموثن لحق قريب 100 اون جينيرال اساقي كان للحد ف نفغاد نفهم ذا شو تسوسمي اجي تمور بارافن ذا شو تسوسمي اجي الجناس اجي نفران زرب اللي شعوب فغندر فرا فكانت صوت نسن وفغينار العدوان اجي خطر ولا نحشري مش طاحرة تمتاثن حشتي وشو اللي ناري تمتاثن يخمن توهد من يعني شهرنا رمضان تري سيتي ولاش من ولاش اكليني عسلامة انك فكان ثم غلي انك ما كانت سوالي ظل محنا اجي قلت نعم محمد تحسس مية من تمولا الفرامية فالتوكسيدا راسك كني شغل للجانب الإنساني لنا الصارين غصارين بحق الإنسان غصارين بلا دراود لهم غصارين ديال ميجاتين ديال الجير غصارين ديال مرايك لي شغل ينزون ديشي بارير كومبورتمون يموتون دبرارو 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 مين كي دينا واش تاكي نفهمي سي كومباري اوسي باسكو ديني مثلا اللي جالس ويتحمي لي راسا ويتشدوا هسا دونك نتمنى نفهم تمثل تاكي اين نفهم انا كنا تمثل مورا تعرفين شغل ايميلاتات مثلا نسن نتسن دي غزا تواسن ونسني غاتسن زين شغل ما كنش موري غريا مي اذا غني ما في موقف الفونت مورا تعرفين تظن غتفهم السبا يكسر اللي حنا رايقين باسكو الحكام تمورا تعرفين الحكام يطفل الحكم بلا الشهاده الحكام شغل فن القبضة مثلنا في الحكم زي زمونا نسن شغل والشاب وريا رضا في الاسنور وثني يغير وثني يحمل انا دونك شغل وثني طفل وثني مدن وثني ونني وكنا لقيما اذن اللي كان تمورا الفراني اثني تعاونني وكنا لقيما دي الحكم الخطر خدمن خدمني نسن تقارن شغل الحون دي خارج الطريق نسن دونك شغل وكذا كيما باش تسجل فلاس الماريكان تسجل فلاس فرنسا تسجل فلاس انجليز انجليز يو كان باقي عند الحكام مع كونديسيون ال سوسومن ودهضرنا راه ما تمشيش في انتي كذا وانه هي اللي قدر عندي غزه شغل مي الا مدى المكتيك النظر بنقض مدى المكتيك النظر اتحسر وبصور بنظر بوعد سلمن بوعد العرب باش كيضرون مي من كذاك دينار باللي تكلم تزور في لا شاب مرة عربي مش اللي يكر وي بابور دي سون سوتي اي سمي سيمو فلسطيني خاصة سمي الشاب الغزة خاطر الشاب اللي زمر مزا تني يرفضت لي عيون انت كان تني تعمل خاطر كان يتعشى كيرا تمسالي شو كان تيجي لاقي دونك نظن هذه الشاب
انه غادي يجمع شغل دابور شغل يباس مانيفيستي قبل هذه المانيفيستاسيون غادي يسوق غادي يدير لي كادرون بالباطون من قبيله يباس مانيفيستي لا نيسيس المعاونه غادي يجمع تدريب في الدواوير اين في شغل جدي ارزا يمكن نسند نسوض يمكن نسند نسوض ارزا سي قلنا شغل ما هو باش نخرج منه دايما يمكن غنشاد دي غزة سلطيني ضرانة الشاقير أنت فهم كنت في الدينين اللي شعلت لنا في الفهم بس كي يدين يدين يدف لنا هو يكن الغرب اللي ذيك اللي كذا زي اسمي لا فرنسا اسمي لا وادا ورومي ما يميلو هاد ما سنن عن الاسكار ما سنن خمال مبيس كادر في الهلة زمان هنا تلترن صار دي الشاد أضافنا خدر على شغل يرمغي متى وثن عن وثونا الحز هذا السؤال دونك كل فهم تنسل تاكينا شغل إسرائيل تخسر بين التيرا أو في المقاومة تخسر بين الميدان كل يوم واس أدسنا أسنا خدم لي نوبيس كان بيجينا أسنا غني كرا واس السبليسين ونسمي وفي التوارة سواء نخدم الثاني صف دونك يشتاكي يشين يدري يديرانجي من سيرتو بيزا في الأوبينيون سويس انترن إسرائيل يتولين بالليل شغل لاس كارلين سواء ديزان جندان زيك شغل سيتان ميت يفهم يتفتوس يريفت سن نحن 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 شغل نحن نحن ماضية شغل نحن 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 بعدين غير وانت بيجي مني من سن بالله الشاب مثل سيجد من سن إذا إسرائيلي الغنب أذ الغنب أذ غم الشاب تسجدني من الدنيا شغل غاسك كان يكون من طرف رام من طرف نعوم الدنيا من ممكن لك فهم انت مثلا وده بالله شغل الجيش الإسرائيلي خسر بالتيرا شغل يجبرنا هذا قد المقاومة عذاب كده مويا شغل دين شطح نظي نماذج صوابا صار كان الجيش الإسرائيلي دونك شغل الخبراء يتوقعون بالمئة شغل الجيش الإسرائيلي خسر 9 مرات ذات الشباب للمقاومة دونك شغل ممكن نقسم لا راجعين نيران الفغان تسرن صار بالشاب دونك نقولي اشتاقين فاهمي باش كنا نتخطط ضايل ناوي كان نقولي ناش الشاب جايبين بدايه شاب انسان هكيك اكل فرنسا ومثلا فاهمين باسكو شغل بالخساره في انجلترا بين المقاومه والمقاومه والجزائر اسم جند در صار نقل رشي مشتحل نقل تولون نقل مغارن شغل اول المشكله كان دايلا نعرف هي تم قرنت انه الحكم بارا في السسمن وفي النح اما في نص ساعه تشويه بران اما كمية ومشي مثل سميت مثلا اما كل مشي رشي مشتاح مشي مشي مغارن مشي تولون مشي مغارن مشي زين جاسميت مثلا دراسه شغل لو كان ذلك شغل مثلي في فيروكسيدون سانون الجمعيات تتحاربنا في الحيوانات ما يموتوا مش في تيجن باوي ما زاد تخمر في دسا اسم يسمو كيف كينا غادي يموتوا مشيش اسمي اسم الزيران زعما تنبسات ان فرا 2400 وفن بلس دو 2000 قرن من 2500 غادي بلس اي مش راح مي اما كان ماشي الشباب اما كان ماشي لا قدود اما كان شغل وبسكانارا ما وبسكانارا بطن غابران التار زعما شي باش نشد بعدا كنصبن ما شي زو حاجه تصبن دونك كنا سنين يدلي شغل كاسوس مي يقولون دلار في اللون كاسوس مي يقولون شغل ادوغال في اللون سلار في الخيري يأكد ما تسمى من صواد الأوكسيدون على الحكام بارزن ميل الحكام بارزن أكبر فاسك الأصل ديك سنة الجديدة المقاومة يجين تفكر في ذنا قرونسن يجين تفكر سمارة من الجيش يجين تفكر نقلي ريفريز وزي ريفريز زنبارا برون لجنة يجين وثن بارزن معنا شغل الحكام نقص تسمى من وين دمقن أشو غابة بلينيا تبع دايف لنا وتبع دايف لنا
قمتنا أم قرن مكاحك دنيني بارك الله فيك ثاني مرتم قرنت في مولاقي نك صح الفضوري كرتو فتاك ما أنا راح رقمتنا علي زم نرحب سيسا سيني السلام عليكم السلام عليك قمتنا علي عليكم السلام ورحمة الله قمتنا لا في ثلوثة نغزة الطس ثورة دي قارن سيت مناطقين مصر سيت مناطق الماريكان مسيو جون كيري أم الرأي الحكومة الماريكان لسكرتير ديطا الماريكان إناد باللي الحماس وثقفيلا المفاوضات تهدؤ خاصة سعكرة مورا أم ليجيبت تخدم المبادرة ولكن مسيول سيسم الحركة الحماس ماس سامي أبو زهري إنك نكون يقلق مستعدين الموافقة الوسطية لتهدؤ ولكن سعكرة شروط وقد يخدم الليزينيزياتيف وده هذرنا ركضنا شروط نغ بسيطة ديكس الحصر في الله نغ تسحب سن العدوان كي يوم ممطون الأسرانا وقد المساجين أثني تسوفون دي الحاجة الثامش طلعت ماشي مخورا لكن جاد في كذا رايك لكن اني مرحبا سيسي. طبعا بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قضية غزة وقضية غوكليا. نعم. اسمين كنا قريب الحرب ان طمع العالم الاسلامي وكلنا يدزنا الاحرار العالم يدزنا ومثل غزة إلى قتل القضية من غير كلها. لكن في مرة نحضر زمدن في قضية غزة نتصور مكان لنكو ديك ديقان يعني ديك نتاع فلسطين وكريوت ولا نتاع أزقين فلسطين عبد الرحشة وزقين فلسطين ومازال بنتين كشناخ أبارامون وكيل المنظمة الغربية يعني هذو الساعة كانوا متفكرين لامقرا مثلا في غزة قلنا في امثلة لين وجلس متفرقا يعني كلنا اون دوموند يعني في بوزيسيون اور جزيرة الغربية وما داروش بوزيسيون هكا هي مشرقة حاجة ثانية كي الأولى في السناس إلى كان فهم باللي حماس يمكن تساد يعني الطابع الاسلامي من المقاومه لفلسطين يجب جان تكالب بالعالم الغربي وتخاذل العالميين العربي المتمثلين يعني شغل فالديرون جدا الحركه مقاومه اسلاميه اسكو في الشب قالوا لي قوموا يعني توقفوا على المؤسسات على المقاومه الاسلاميه في غزه وكونوا يجمعوا النون يعني الاسلام يعني جمار كونوا جمار ثاني الحكام المغربيه الحكام المغرب يعني تم زوال مشغول في المشاكل الداخليه يمكن يتدخلنا من نفسها نفسها اضعف واحد مخرج من نفسها يعني مصعده موقف مصعده حركه لا حتى حاجه سي بور سا قيم المقاومه الاسلاميه واحد غزه سي بور سا كانت الغرب يمكن بغينا الهدنه الانبطاح الهدنه التنازل على كل المفاتيح باش تتكلم ما صارت ياك الامريكي ياك الاسرائيلي ياك الانجليز العالم الغربي حتى العالم العربي ماذا فيهم حماس التجديد السنين تتنازل عن مبادئها تتنازل عن شروطها هي غصن الهدنه لكن ميلا حماس مازال تطالب بالعودة عودة اللاجئين تطالب بإقامة دولة فلسطين تطالب إسرائيل بالكف عن الاعتداء وتشير سوف لا تكون ولن تكون لهم هدنة خاطر إسرائيل قائمة على استكانه المقاومه. ما زال المقاومه الفلسطين ما زال يعني تطالب يعني بحقها بفلسطين وباقامه دولتها وببعض بعض العدوان الاسرائيليين اخي مستحيل تجد الهدنه لا نفسها لا نفسها غير الامس التركيبي
مؤهلات وقانون. مصر يا عجبة ما مدتش ودنا ودنا أبي حاطين ماء الوجه حتى في مصر. يعني مصر يقول لنا رافع رايهم يعني فلسطين سوريا وطاليب بمدن التخاذل بمدن مثل تربح لهنا مين كيف والسوق هاي المعنى قلال من الزاويين من الفلسطينيين ما وين حقكم سني هذا المهم تربيت المقاومه افتح السلم ديال افتح الدفاع الايماني باش الحكم الجديد الحكومه الجديده او النظام الجديد في مصر يخدم هنا باش يخدم الغاضي ممكن مادام حماس والفصائل كلها المقاومه سافي ديرونج دونك اختار حل الهدنه الهدنه المشروطه الهدنه الاندفاع الهدنه يعني افروندي حماس باش اسرائيل تخدم الرئيس ديال المنطقه سي بور سا الشرطاء المقاومه نحسبهم كذلك ان شاء الله المقاومه الشريفه تدير الاندفاع ولو مع ضعف العدد والعده ولكن مازال في يعني النيفيس الشرقي للمطاليقيس اولا تحرير الارض تحرير المواطن الفلسطيني برمته ومن هو قطاع غزه واشتكى استدلال الانبطاء والانبطاء يعني بانصاف الفلسطينيين واعطائهم حقوقهم ولذلك امريكا يطلب مصر العملاء السكنيات ماذا بهم الهدنه الذين حلها اسرائيل ولكن وليذهب الفلسطينيين الى الجحيم وفرصه المقاومه ان شاء الله توفق رب العالمين سوف تغلو بغيض ان شاء الله وفق ديالات النوع اليوم الهدنه هي ماشي الهدنه وانما الخيانه القضيه المحوريه من الابعاد الاسلامي وهي قضيه فلسطين. في فرصان يعني نطلب يعني كل احرار العالم وكل يعني العالم الاسلامي العالم العربي العالم الخارجي باش تامن باللي يعني المقاومه الاسلاميه كانت غزه تصفر لبنان محال وانما تصفر بالحقوق الشرعيه جميع الاحقيه تموت طالب عدم يعني انه اسرائيل كذلك شرد الزكشن وكذلك ختم الزكشن وكذلك تعديل تعديل حرمه الزكشن فري ويلسون يعني العجبه يطلب الحق من الحقيقه الحق العيش الحق الكرم الكرامه تموتي يغادر ارهابيه الى خليكم تموتي تغادر ارهابيه ولا كل ارهابيه ليلى ودفع غير تموتي عندي كثير تبغي ارهابي قتل مجرم عنده مدفع غير تموتي ودفع غير تموتي وبالتالي تمنينا لو كان الدول العربيه الدول الاسلاميه يعني اقترحت يعني كاش مبادره مشرفه في القضيه الفلسطينيه وبدون مغارب المقاومه اللي بدون مغارب يعني مسؤولي فلسطين يعني اقبلناها خاطر ماشي ماهوش جوله سياحيه ولكن ليلى مسنينيا فوق تموت النون تنزل تموت النون سمحت بالعرب النون سمحت بالجذور النون سمحت بالواقع النون ينوليو ما كان يمس الميون ديال الدول ويقبلها نوعيه من التنازل هذا هو التوضيح الاخر ان شاء الله ونتفخر بالمؤمن ان شاء الله هذا ندعو لي من يوم ذا ولكن الدين الكير يعني اسعي غير الامل والقران في الحكام العرب باش ندخل من كرا خاطر اسعي غير مصلحه فلسطين وحده في سنين يعني راهو مهدد لكم كل منطقه القوى الكبرى العالميه فلما الى ضغطت الاقوال الشعوب تحرك الشعوب مليحه كبيره ربما كاش مبادره شكليه يعني لايقاف شغل التاهيل ديال اسرائيل المزيان الحل ماشي غير تنجرم بلي تنغار باش تحت الغار تداوي تنغار مغارا وانما ان بوزور بين اثني تحرك اسرائيل لان العرب اجتمعوا وقرروا وطلبوا واشتقت اسرائيل تنقبل الحرب يعني شو السلبيه ان ما تكون كما
بارك الله فيك سي علي قمتنا علي زمك ديني ثان ميرث ثم قرات صح الفضوري كما ارتفا ثنوحر قمتنا ابو عبد الحق ادنا رب ادنا رحب سي سنيني السلام عليكم زول في قمتنا عبد الحق. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته يا محمد. قمتنا ابو عبد الحق مكيت ولا ضاق ما لا سيتياسيون ترنوث الحوار زدات ارنان لي سيفيل الجون داكين اسرائيل وثن لي سيفيل الجهه المشجعيه ديال الطمنات ديال غزه لحقنت تقريبا 400 شهداء عدن 1500 تشوكي جوا جرحا ولكن مازال العلم ما تفرج مازال الحكم بارا في نقيرة توالين اسميت مدبرني الله اللي قارب نبيل العربي ناياس باللي واقيس تنكين مدقار دونك الرون غزة حوايجنا راه اول حوايجنا لاكسيون اش راه دير نضاق مثلا ابو عبد الحق. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وله. اخويا محمد اين كيبران اين كيبران نسي بلادي يقرليني كل ساقي وقد قيني باش مرا انفهم انفهم اسرائيل ام يلف مرا يجرح نعم مزرم مرا يجرح فقدير وزمرنا لهم القفلن المقاومة وزمرنا لهم القفلن بواسل المقاومة الحماس مع الجهاد الاسلامي سل تيران وسوال طرف باللي 13 قغلين يغلي في الفجر الصبح ديني وقيل 14 نعم 15 صافي زميرنا راه من المقاومه اور باش تنيذر من الاخبار إيه الشعب الاسرائيلي بالاقلان وكنا كان وكنا كا ومن بعد رن الزعاف في دي الشعب رن الزعاف في الكرداد رن الزعاف في تلاوين رن الزعاف في دمهارن وليد ما جمع دي زيد وجي ما الا انا بيسفهم الحاجه بيسفهم باللي ضعف الكيان الصهيوني لكن يسفهم انا عزيزي باللي جيش لا يقهر بالجيش ولا شو نار في غلبن ولكن ولكن كيس الشامن النفسيه جنس المن اكد وعربي في الناس نربح البوله ونسن باللي جيش لا يقهر وركضوا راه يفاند باللي هنا هناك النقار نكوني سلعاميه يفاند باللي غلبان ما الا دير كازل راه حنا ديك الشمنيه مازال داخل الغزه خاطر ظلم باللي ولا شو نرى يغالب الله باش تنكر النصار كوشا كر النصار جينا تنوثر نضا علينا راه حمامنا انوثر نضا على اسرائيل كل الغطره تنسمير كل الشعب العزل وقد نخبي مريم ديتو وقد مساكين لا ما قتلهم ولا جمل بين فاتيه نغنت المساكين نغنت كل البروده اتنا جماعة جيزن اتنا جماعة جيزن اخويا محمد واش تلقيني الكلي اتفرجن وعرفن اتفرجن نكيني مرات لا باللي عباس عباس نياهو خاطر انا ناط نياهو كيف كيف اش راه يخدم يشقعين مات يقول لي زومباساد من فلسطين ترافير لو موند اللي تاع لي زومباساد يشكاتني نوقف نقر باللي الاك اتروج من قص هضرم ديك مورا وديني من امريكا اللاتينيه ما تهضر من ديك مورا تسعاني كل لي زومباساد اللي اطلق صواريخ المقاومه جريمه ضد الانسانيه سبحان الله العظيم جريمه ضد الانسانيه اشوا المقاومه صواريخ المقاومه اللي مثل المقاومه اللي جريمه ضد الانسانيه سبحان الله العظيم حشم الدكار يقر صواريخ عبديه يقر ذكرتون ولكن فوجئ والحمد لله فوجئ والحمد لله بقدرة المقاومة حشم إسرائيل في تلفزيون سن جوس التازي تاكيني جوس أين في الحصة أن باللي ما فعلته المقاومة لم تفعله كل الجيوش العربية وإذا عارف عربان نعتد وتد عوضا نعتد باللي وتد عوضا وبر نعتد تعوضا تجيني باللي يا جماعة محمد الجامعة الدول العربية إلى قسم جامعة الدول العربية الصهيونية برسك تانيكو كده إسرائيل ولكن في قرب القرآن الكريم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أتنا جماعة عزيزنا أخويا محمد وإذا لا تخلصون بإذن الله غلايب
أشد النظر دي مسألة جون كيري أمر رأي الحكومة الأمريكان للسكرتير ديطا يسينا باللي حماس توقع تقبل المبادرة كي يدخدم ليجيبت باش تسيلي التهدؤة، ولكن امسي ومسون حماس الحركة حماس سامي ابو زهري الناس نكونين فغا المطالب الناغي اللي قاعد تسكسون نقناش المطالب يناد باللي المطالب باقي ماشي الحاجة تمقرات الا قاعد شهور ما تفهم ما تخدم الهدناقي ذا شو رايك فولا كيك مثلا جون كيري يدي هضر ندير لاشين اي بي سي ناد باللي حماس وتفغى راس مثل الهدناقي نغوت تفغى راس السيسي الفويك زرب اخويا محمد نعم الناس المبادره يا جيني المبادره يا جيني ذا شو باش كنا نسلكينا تشوفون اسرائيل شنو ورطيك وشو لان ماشي تصلح الشعب الفلسطيني ماشي تصلح سكان غزه وقالوا كيف باش تسلكني اسرائيل اي غير خاطر اسرائيل تشم لي مستنقع تشم ندير زميله ردستان الا قد تشفى بماء الوجه كنقارن الا قد تشفى في ناس سي بور سا نروحو نوزلن باش تسلكني اسرائيل ماشي كنا تسلكينا ناس المقاومه ديال غزه الفلسطينيه ديال غزه وعلى راسهم عباس نياهو انت يدخل من المبادره يا ديني ومن بعد ما صار باش تنيا تنكني هي الرياده كنا حنا راجل بانك بعرف من الكل قال له الدنيا لقد سنين داير ايناس شيشي ايناس قبلت كان يقولوا لنا يجين قبلت كان يقولوا لماذا المقاومه تهليل ادقفلهم ولكن فوجئ السيسي فوجئ السيسي بموقف المقاومه موقف الشجاع لكن المقاومه ما يلكش طاش الحاله يا ديني وتبويره تنقر من الحريه كي لاق الحال وطبقنا لنا كل البنود كاين المبادره كاين حماس بعد فرون بشراتون فرون سيد سونتان دمار بور يان ديتو لا اخويا محمد ولذا المقاومه سعى للحق حماس سعى للحق جون كيري ونفسيسي عباس نياهو سيتي نياهو وقالوا الدنيا كلها وش عندك نتسلكن اتسلكن اين في الكيان الصهيوني اتسلكن شنو ورطيك وشو قلنا ماشي في البلاد الفلسطينيه ولذا كيني شو ما رسمينا الا اين في خاصه المقاومه خاصه المقاومه ما الا يستمحض اخويا محمد نداء ديال المقاومه ان شاء الله مرحبا كمل لوالك ابو عبد الحق كمل لوالك الله ينورك ولذا قال الله سبحانه عز وجل في القران الكريم هذا النداء موجه الى المقاومه الى البواسل الى الذين يرفعون ورفعوا رؤوس المسلمين عبر العالم اقول لهم اذكرهم بقوله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين لابد من الوحده بين المقاومه وتوحيد الصف وتوحيد العمليات وتوحيد الرؤى وتوحيد الكلام لكي يندحر هذا العدو ان شاء الله تعالى واذكرهم ايضا بقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ان لكم الله يا بواسل غزه ان لكم الله سبحانه عز وجل واذكركم بقوله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون النصر قريب بالصبر يا عباد الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين والله سيفرح المؤمنون بنصر الله والله سيفرح المؤمنون بنصر الله أن الصبر فقط ولا تسمعوا للغوغاء للذين يثبطون الأمة للذين يثبطون هذه الشعوب الإسلامية ولكن كونوا مع الله والله يكون معكم إن شاء الله تعالى أتنا أخويا محمد ماذا أرغب أن العرب
الخزي والعار على الحكام العرب، الخزي والعار لجامعة الدول العربية الصهيونية. أنتم سهلنا، والله سهلنا، والله سهلنا في جلود العرب، في جلود القومية. والله لن تنفعكم القومية العربية، والله لن تفعلوا بها شيئا. والله كل الجهود، كل جهودكم والله تبوء بالفشل. والله تكونون عار في كل العالم، في كل العالم عار 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 على شعوبكم وعلى الشعوب الإسلامية. ولذا يا عباد الله، هذه مؤامرة كبيرة شارك فيها القريب والبعيد. ولكن هيهات ثم هيهات. إن هذا الكرب، إن هذه الدنيا لها ربا هو الذي يسيرها. إن هذه الدنيا لها ربا يسيرها. والله 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 النصر قريب إن شاء الله تعالى. أتمنى شو رسمين أجمع جزني الغزال بواش الغزال إن شاء الله تعالى. أبو عبد الحق أجمعتنا نلحق سوا باش نحبس أهيلا قلنا لكن إني صحيت أجمعتنا ميرث ثمقرات بارك الله فيك. نشكرك ويقضي في كان رينسن أجمعتنا عمر حموني، أجمعتنا كريم كبير، أجمعتنا علي هزم، أجمعتنا أبو عبد الحق دموحن دم قران مكاح. نشكر دي الاستديو لاش الوقت أجمعتنا غاسم، أجمعتنا ياسين، أنا غمسنا وندني نكتة ميرث ويقضي في كان تمزوط. ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى ديفك الصبر وقدو ذاكين فلسطين غزة اثني انصار ان شاء الله تعالى او دوني الصحة الفطور الون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا قدس أتينا إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعداء.